ولسه معاكم في الحارة المصرية وكواليس مسلسل ولاد إمبابة. ويسعدني ان يكون معايا الفنانة الشابة نورهان حفظي. بقولك مليون مبروك يا نورهان على المسلسل. يبارك في حضرتك. مرسي جدا. الله يبارك فيك. ده يعتبر اول عمل بتاخدي فيه يعني دور نقدر نقول ليه ملامح مش كده؟ اهو. قولي لي بقى بتعملي ايه في المسلسل؟ انا طلع زوجة من ازواج الاستاذ زوجات بقى من زوجات الاستاذ سمير غانم. ايوه. زوجة رقم كام؟ والله هو لسه ما اعرفش رقم لسه كام. بتعرفيش. بس مبسوطة جدا ان انا هبقى معاه يعني امثل معاه بجد لاني بحبه قوي. طبعا كوميديان الكبير سمير غانم علم من اعمال من اعلام الكوميديا طبعا في مصر والوطن. يعني خدتي فكرة عن الشخصية بتعمل ايه؟ أنا طالعة يعني زوجته اللي هي الدلوعة شوية. اسمها ايه؟ سوزي. واضح من الاسم انها دلوعة. سوزي. بتعمل ايه بقى؟ بتطلع عينيه أكيد مش كده؟ لا خالص والله هي بس يعني خليها مفاجأة بقى عشان ما نحرقش ال طب قولي لي لما عرفتي انك هتقفي قدام العبقري سمير غانم يعني كان ايه إحساسك؟ فرحت جدا جدا لاني انا بحبه اصلا قوي يعني من معجبينه جدا يعني اكيد طبعا كلنا من معجبينه الحقيقه مش انت بس جدا ده شرف كبير ليا طبعا. العمل طبعا كله كوميدي وبالتاكيد لازم يكون برضو شخصيتك كوميديه. شايفه الكوميديا ازاي؟ صعبه سهله؟ لا الكوميديا بالنسبه لي بصراحه سهله يعني. ليه بقى؟ انا بحب الكوميديا قوي. الثقه دي كلها منين؟ جدا طبعا. يعني فنانين كبار على فكرة ونجوم بيخافوا من الكوميديا لأنها مش سهلة. لا لا خالص أنا بحب الكوميديا قوي يعني. جميل. هل عملتي أعمال كوميدية قبل كده ولا أول مرة؟ لا بصراحة هو في أعمال أنا أوريدي شغالة فيها بس مش كوميدية. مش كوميدية. دي أول مرة في الكوميديا. دي أول مرة في الكوميديا قبل كده مع أستاذ علاء مرسي. وفي برضو مشاهد بسيطة في الحوت الأزرق مع أستاذ علاء مرسي. بحبه برضو جدا وبحب الشغل معاه جدا برضو. بس فشغالين لسه يعني خليها مفاجأة بقى. طيب هل حاولتي انك تاخدي كورسات ورش تمثيلية؟ حاولت بس انا يعني انا بصراحة موهوبة يعني مش محتاجة الحاجات دي. الله 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 على الثقة. ايه ده مش محتاجة. جدا يعني فاهم ادخل على الدور كده على طول يعني. تقفي قدام الكاميرا تقولي على طول. طبعا. يا رب بس اكون عند حسن ظن حضرتكم. بس عايز انصحك نصيحة. هي الموهبة طبعا مهمة في الاساس بس الفنان حتى المحترف مش اللي لسه في مرحلة الهواية لازم ينمي قدراته التمثيلية وياخد ورش ويتعلم الجديد في مجال التمثيل ويشوف ايه اللي بيحصل في العالم ويزود. يعني النجمة منى زكي رغم انها كانت ولا زالت طبعا نجمة كبيرة لكن كل فترة بتاخد لازم دورات وكل عمل بتخش قبليه بتتدرب على طريقه اداء الشخصيه. اكيد طبعا اكيد. بتهزري طبعا عشان يعني ما تبقاش دي دعوه. لا لا لا. يعني ان الواحد يبعد عن لا كل دور بعمل عليه ورشه طبعا اكيد. ربنا يوفقك يا نورهان ودايما كده متالقه. تسلم لي. ميرسي قوي.